بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء يا جماعة على طلبات كتيرة منكم يا مستر، احنا عاوزين نعيد الشرح بتاع الجرامر بتاع يونت 5 ديستريبيوتيفز. بتخش معانا في بعضها يا مستر، امتى اقول اول، امتى اقول بوث، امتى ايذر، امتى نيذر، امتى ايتش، امتى ايفري. طبعا انا عارف ان هي وحده مربكه كونفيوزنج شويه، فهنضطر نشرحها مره تانية، وباذن الله هتوصل لك النهارده بكل سلاسه. بس تركز معايا، هنشوف اول حاجه احنا عندنا اليونت بعنوان ديستريبيوتيفز او ادوات التوزيع والموزعات. عندي ادوات التوزيع دي كتير جدا: اول، بوث، ايذر، نيذر، each, every, half, whole. دول كل الموزعات اللي موجودين عندنا في اليونت. هنمسك اول واحده، كلمه all. انا يهمني بقى تعرف كل واحده معناها ايه، وايه اللي بيجي وراها، وشكل الفعل بعده بيبقى شكله ازاي. اولا كلنا عارفين كلمه all دي معناها كل، تمام جدا، برافو عليك. بس خلي بالك ان لو جه وراها وحده زمن all day all night يبقى معناها طوال. جميل قوي. كلمة قول يا شباب قالت أنا ما بتفرقش معايا، قالت أنا ممكن يجي ورايا اسم مفرد أو ممكن يجي ورايا اسم جمع، بس أهم شيء الفعل اللي بعده بقى. كلمة قول قالت أنا ممكن يجي ورايا اسم مفرد أو اسم جمع. طب يا مستر ثانية، احنا عارفين إن المفرد ده فيه منه نوعين. فيه منه اسم مفرد يعد، يعني بيقبل إن أنا أجمعه، يعني مثلا هاوس بن مثلا، وينفع يجي وراها اسم مفرد لا يعد. المفرد ده نوعين، يا اما مفرد يعد زي الالم مثلا، يا اما مفرد ايه لا يعد. تمام قوي. قال لك هنا لو هي جات مع المفرد هي ما بتفرقش معاها، بتيجي مع النوعين اسم مفرد واسم ايه جمع. الاسم المفرد لو هو معناه يعد يبقى معناها ايه بقى؟ كل الشيء، يعني مثلا اقول all my house، كل بيتي. ماشي يا جماعه، all my house كل بيتي، all my job كل وظيفتي، بتعتمد مثلا على الذكاء. all هنا ينفع يجي وراها اسم مفرد سواء يعد او سواء لا يعد، فبالتالي الفعل اللي هيجي وراه لازم يكون فعل مفرد. يبقى all ممكن يجي وراها اسم مفرد والفعل اللي بعده يكون فعل ايه؟ فعل مفرد. اتفقنا ان المفرد ده ممكن يعد ممكن ايه لا يعد. انما اقول لو جه وراها اسم جمع، قالت هيجي الفعل ورايا يكون فعل ايه جمع. يا مستر ازاي؟ معلش انا مش فاهم. تعال نشوف امثله علشان نوضح اكتر. يعني مثلا ممكن اقول all my job كل وظيفتي depends on intelligence. يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ all my job depends on intelligence، يعني كل وظيفتي بتعتمد على الذكاء. ينفع اقول all my house، all my house was painted، كل بيتي اتدهن. تمام، شايفين all جالي وراها اسم مفرد اسمه my job، all my house. ماشي يا جماعه، بس الفعل اللي وراه لازم يكون فعل مفرد. طبعا احنا عارفين ان المفرد الفعل اللي بعده بيبقى اخره اسم، هو ده فعل يكون فعل مفرد. هنا all my house was painted. ينفع اقول all my money is in the bank، يعني كل فلوسي موجوده في بنك. all my money، money ده اسم المفرد برضو لا يعد، برضو الفعل اللي وراه جه فعل مفرد. ممكن اقول all the food كل الطعام is in the fridge، كل الطعام موجود في الايه في الثلاجة. يبقى هنا كلمة all زي ما انا شايف جالي وراها اسم مفرد، فبالتالي لازم يكون الفعل اللي بعده يكون فعل ايه يا جماعة؟ فعل مفرد. جميل. كلمة all ممكن يجي وراها اسم جمع، بس لازم يكون الفعل اللي وراها فعل جمع. ازاي؟ يعني مثلا ممكن اقول all the teachers are clever، كل المدرسين مهرة. all the students كل الطلبة، all the students are happy، او where بقى نخليها في الماضي where happy.
ماشي، كانت سعيدة. إذن زي ما أنا شايف إن كلمة أول جالي وراها اسم جمع، يبقى الفعل اللي وراها لازم يكون فعل إيه يا شباب؟ فعل جمع. يبقى دي أول قاعدة هنستخلصها النهاردة من الديستريبيوتيفز. كلمة أول، أول دي معناها كل، ينفع يجي وراها اسم مفرد والفعل يكون وراه مفرد، ينفع يجي وراها اسم جمع فالفعل اللي بعده يكون فعل جمع. جميل. هنشوف الموزع او الديستريبيوتيف رقم 2 اللي هو كلمه بوث. كلمه بوث يا شباب دي كلا او كلاهما، بس خلي بالك دي بقى ليها شرط خفي شويه، كلا او كلاهما دي زي ما انت شايف كده انها بتعبر عن المثنى، لازم اللي يجي وراها ده يكون مثنى، يعني حاجتين: both my hands كلا يداي، both my parents كلا والداي، ماشي، لازم يكون مثنى. وكلنا عارفين ان المثنى في الانجليش مفرد ولا جمع؟ excellent، جمع. وبالتالي يعني كلمة both لازم يجي وراها الاسم اللي يكون وراها جمع، بس يحمل المثنى، يحمل معنى المثنى، مش جمع وخلاص، لازم يكون جمع في مثنى. طيب والفعل اللي بعده لازم يكون فعل جمع طبعا. ازاي؟ يعني مثلا ممكن اقول both my hands are dirty، both my هندس، طبعا هندس دي جمع يا مستر، ايه بس خلي بالك دي مثنى، الشمال واليمين ار ديرتي، شفت الفعل اللي جوه وراه فعل جمع. ممكن اقول بوث ماي بيرنتس كلا والداي، طبعا بيرنتس دول جمع يا مستر، بس خلي بالك انهم جمع يعني بس مثنى، اب وام. وير براود اوف مي، كانوا فخورين بي. يبقى كلمه بوث يا جماعه لازم يكون وراها اسم جمع، بس يكون مثنى، لازم يحمل معنى المثنى، لازم الراجل يعرفك ان انت ايه مثنى. يجي مثلا يقول لك I bought two shirts، انا اشتريت قميصين، both of them are tight. I bought two shirts، يعني انا اشتريت ايه؟ قميصين. هو كده الراجل عرفك انك انت في المثنى اهو. both of them، both of them are tight، tight معناها ضيق شوية، كلاهما ضيق. الله، انت بتتكلم عن بوث دول على مين؟ عن التو شيرتس المثنى، ذم دول اللي هم مقصود بيهم التو شيرتس اللي انا اشتريته. فبالتالي لازم يجي وراها اسم مثنى جمع، والفعل اللي وراه لازم يجي فعل ايه؟ فعل جمع. جميل قوي. طيب كلمة بوث وكلمة اول قالوا احنا لينا كده شرط خلي بالكم منه. كلمة بوث وكلمة اول قالوا احنا دايما بنيجي بعد verb to be، بعد verb to be، يعني ممكن تلاقي قدامهم am، is، are، was، where، وممكن يجوا كمان قبل الفعل الاصلي. يبقى بوث وقول قالوا احنا بنشترك في قاعدة احنا الاتنين، مع ان واحدة للجمع واحدة للمثنى، قالوا احنا دايما تلاقونا ورا ام واز وار، وممكن تلاقينا قبل الفعل الاصلي اللي موجود في الجملة. يعني ايه يا مستر؟ اقول they are both happy، كلاهما سعيد. يعني انا عندي اتنين قاعدين مع بعض بقول they are both happy، كلاهما سعيد. شفت both جايه فين؟ جايه بعد كلمه are. ممكن ابص كده على ناس موجوده في قاعه اقول they are all happy، كلهم سعداء. يبقى شفت برضو كلمه all جايه فين؟ جايه بعد verb to be. ممكن تيجي بعد أو قبل الفعل الاصلي، قبل فعل اصلي. يعني مثلا اقول they both passed the test، they both passed the test، يعني كلاهما اجتاز الامتحان. الاثنين الاصحاب دول they both passed the test. شفت جايه both فين؟ قبل الفعل الاصلي، قبل الفعل اللي موجود في الجمله. ممكن ابص على الولاد كلهم اللي موجودين معانا في الدفعه اقول they all passed the test، كلهم عدوا الامتحان الحمد لله. شايف برضو كلمة قول جاية فين؟ قبل الفعل الايه؟ قبل الفعل الاصلي. يبقى خلي بالي وركز ان كلمة بوث دي قالت ان انا بشير الى المثنى، تشير الى المثنى. المثنى طبعا في الانجليش عندنا لازم يكون جمع، فما ايوه ماشي جمع وكل حاجة على عيني وعلى راسي، بس لازم اعرف من معناه ان هو مثنى. وبعد كده الفعل اللي وراه بيجي فعل ايه؟ فعل جمع. نشوف المحدد اللي بعد كده اللي هو كلمة ايه؟ كلمة either.
كلمه ايذر دي ايه شرطها وبتعبر عن ايه؟ قالت كلمه ايذر دي بتشير الى برضو المثنى، بتشير الى الايه؟ الى المثنى، يعني هي بتشير الى المثنى. طب يا ترى اللي بيجي وراها ده بيبقى مثنى زي بوث يكون جمع ولا ايه بالظبط؟ قال لك لا، هي بتشير الى الاسم المفرد، يعني واحد من الاثنين المثنى دول، يبقى كلمه بو ايذر زي بوث بتشير الى المثنى، بس بتعبر عن اسم مفرد في واحد في الاثنين دول. ازاي؟ يعني لازم تلاقي وراها اسم مفرد. يا مستر ازاي؟ هي بتشير، ايوه، الى المثنى، بتشير الى المثنى، بس احنا هناخد واحد من المثنى ده نشاور عليه بس. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني مثلا اما يقول لي I bought two cameras، انا اشتريت 2 كاميرا، يبقى انا هنا بتكلم عن مثنى ولا لا؟ حلو جدا. لو انا هستخدم both يبقى هقول both cameras، الكاميرتين مع بعض. طب انا لو هستخدم either بقى هقول either camera، كل كاميرا فيهم من الاتنين دول is digital، رقمية، is digital. الله، يبقى كلمة either، either دي بتعبر عن المثنى. انت هنا بتعبر عن مين؟ عن الاتنين الكاميرا اللي انت شاريتهم، two cameras، I bought two cameras. either camera، كل كاميرا فيهم is digital، يعني معنى كده ان هي بيجي وراها اسم مفرد. مفرد منين؟ مفرد واحد من المثنى اللي انا اتكلمت عنه ده، والفعل اللي هيجي بعده لازم بقى يكون فعل ايه؟ يكون فعل مفرد. تمام جدا. يبقى كلمة either ممكن تعبر عن ايه؟ عن المثنى برضو زي بوث، بس الفرق بينها وبين بوث ان بوث عايزة الاتنين المثنى مع بعض مرة واحدة، البيرنتس الاثنين، انما لو انا هتكلم عن الاب الواحد يبقى ايذر بيرنت، ايذر بيرنت. عايزه مثلا تو شيرتس مع بعض، القميصين، انما هنا اقول ايذر شيرت. عايزه تو كاميراز مع بعض يبقى بوث كاميراز، انما لو هنا اقول ايذر، اقول ايذر كاميرا، كل كاميرا منهم على ايه؟ على حده. تمام. طب يا مستر يعني كده كلمه ايذر لازم يجي وراها اسم مفرد، هي بتشير الى المثنى بس لازم يجي وراها اسم مفرد والفعل يكون مفرد. ايوه بالظبط كده. طب ما ينفعش خالص يجي وراها اسم يكون جمع؟ ينفع. إيذر ينفع يكون الاسم اللي وراها اسم جمع لو بعدها كلمة of، يجي وراها بقى الاسم جمع والفعل بتاعك هنا هو بيقول لك ممكن يبقى مفرد أو ممكن يبقى جمع زي ما انت عارف. ازاي يا مستر؟ اتفقنا كده؟ يعني أقول my hands are dirty، إيذر hand has مثلا ايه؟ سبوتس، كل ايديا الاثنين متوسخين، كل ايد فيها بقع، بقع، ماشي. either hand. طب يا مستر بقى لو انا عايز، انت بتقول هنا either دي بيجي وراها اسم مفرد بس، طب ما ينفعش يجي معاها اسم جمع زي both كده، يعني تاخد الاثنين مره واحده؟ بس في اللحظه دي لازم نحط معاها كلمه ايه؟ of. شايفين؟ يعني اما اقول I bought two cameras، الجمله اللي انا قلتها فوق I bought two cameras، انا اشتريت كاميرتين، تمام. لو انا هقول both هقول both cameras are، طب لو انا هقول either اقول either camera is، طب لو انا قلت بقى either of، في اللحظة دي لازم تقول either of cameras، either of cameras. طب يا مستر بقى اقول is digital ولا are digital؟ اي واحدة فيهم صح. بيقول لك الفعل يكون مفرد او جمع، بس احنا دايما طالما كاميراز جمع الافضل ان انت تخليك معك مع الايه؟ مع الجمع، يبقى تقول ار. فهمنا كده يا جماعه؟ يبقى كلمه ايذر اوكي بتشير الى المثنى، اوكي بتعبر عن حاجات اتنين يعني زي بعض، بس اللي هيجي وراها واحد من الاتنين المثنى، وبالتالي طالما هو واحد مفرد يبقى الفعل مفرد. طب ما ينفعش يجي الاثنين مع بعض كده مره واحده زي كلمه بوث؟ ينفع، ينفع، بس لازم تحط لي اوف يا حلو. يبقى either of cameras ينفع اقول بقى is digital وينفع اقول are digital، وانا برجح ان are هي الافضل طالما cameras خليك مع الجامعه على طول وامشي. تمام. بس خلي بالكم في either دي بتشير الى الاثبات، يعني زي ما انا شايف انا اشتريت كاميرا، كل كاميرا ديجيتال، اثباتيه،
صح كده؟ ان ايديا متوسخه، كل ايد فيها شحم، فيها نقط اثبات، بثبت الكلام ده. كلمه ايذر كمان يا جماعه بتظهر مع كلمه اسمها اور. خلي بالك بقى من التركيبه دي بتاعت سنه ثالثه اعدادي، ايذر اور. وخلي بالكم لما كانت ايذر بقى بتيجي في اول الجمله، ايذر اور، اما او. ايذر اور كان بيجي وراها فاعل اول، وبعد اور بيجي فاعل ثاني. طب الفعل يا مستر، الفعل اللي بتاع الجمله هيتبع ايه؟ هيتبع الفاعل الثاني. يعني مثلا ممكن اقول ايذر احمد، ايذر احمد اور هيز فريندس ار ابسنت. يعني اما احمد او اصحابه هم اللي غايبين، يا اما احمد يا اما اصحابه هم كده اللي غايبين. يعني معنى كده ان الموضوع مش ظاهر لهم حس ولا خبر. شفت بقى؟ either احمد or his friends are absent. ممكن برضه اقول either علي or his parents like ليمون جوس. شفتوا هنا؟ ايذر جوارها الفاعل الاول، اور فاعل ثاني، الفعل بيتبع الفاعل الايه؟ الفعل بيتبع الفاعل الثاني. اتفقنا؟ يبقى كلمه ايذر اور اما او لو جايه في اول الجمله، ايذر فاعل اول اور فاعل ثاني، الفعل يتبع الفاعل الثاني. تاني الفعل يتبع الفاعل الايه يا جماعه؟ الفعل يتبع الفاعل الثاني. جميل جدا جدا. طيب لو بقى either or دي جايه في وسط الجمله، لا دي عاديه خالص خالص، اقول I like either tea or coffee. انا بحب اما الشاي او القهوه، الاثنين يعني عادي. يبقى either دايما تيجي معاها كلمه ايه؟ كلمه or يا جماعه. تمام. نشوف بعد كده بقى neither. نيذر دي خلي بالك معايا وركز فيها، كلمة نيذر، نيذر دي برضو زي كلمة ايذر بالظبط، تشير إلى المثنى وبيجي وراها واحد مفرد من المثنى دول، والفعل اللي هيجي وراها برضو هيكون فعل مفرد زي ايذر. طب الفرق بينهم ايه يا مستر بقى؟ ان دي بتشير الى النفي، علشان كده بقول لك لو لقيت الجملة فيها don't او doesn't او isn't او aren't فيها نفي، ابعد عن كلمة neither، لانها اصلا بالفعل نفي، هي بتعبر عن النفي اصلا. تجيب لي انت نفي معاها تاني؟ لا. يبقى neither لا تأتي مع النفي. اللي ينفع تيجي مع النفي either اللي هناك، لو لقيت نفي يبقى خد either، خد either عادي جدا. انما دي لا تشير، يعني لا تأتي مع النفي، تشير إلى المثنى ولا تأتي مع الإيه؟ ولا تأتي مع النفي. طيب يعني مثلا ممكن أقول I bought two shirts. أنا اشتريت قميصين. Neither shirt كل قميص فيهم is expensive، كل قميص فيهم على حدة من القميصين ده غالي. يبقى أنا كده اشتريت قميصين، يبقى أنا هنا بتكلم عن مثنى، عشان كده استخدمت نيزر بتتكلم عن المثنى أهو. نيزر شيرت ولا قميص فيهم سوري غالي، ولا قميص فيهم، يبقى أنا هنا بعبر عن إن مفيش ولا قميص غالي. يبقى هنا نيزر شيرت دي مفرد، وجا وراها الفعل إيه؟ مفرد، بس بعبر إن ولا قميص فيهم غالي، يعني الاتنين تمنهم بسيط. اتفقنا؟ انما لو قلت بقى either shirt is expensive، كل قميص فيهم غالي، يعني معنى كده كل واحد فيهم لهوه لوحده يعني بفلوس كتير. انما neither shirt ولا قميص فيهم غالي. يجي مثلا يقول جمله ثانيه the two students gave their answers. الطالبين أجابوا إجاباتهم.
neither answer is correct. neither answer نخليها بقى was correct، ولا إجابة فيهم كانت صحيحة. الله يا مستر، هنا انت بتقول neither answer، اه لان كل واحد في الولد دي ده جاوب اجابه وده جاوب اجابه، يبقى انا كده عندي اجابتين هنا، neither answer ولا اجابه واحده فيهم صح، يبقى لازم استخدم هنا كلمه was لان الاسم مفرد والفعل لازم يكون مفرد، يبقى لازم كلمه neither يا جماعه تعبر عن النفي، neither ولا اجابه فيهم سليمه، يبقى لازم الراجل يعرفني ان كلمه either ونيزر بتعبر عن مثنى، لازم يديني اتنين مثنى، وبناء بقى عليها اشوف لو المثنى ده جاي في شكل الجمع يبقى انا مع كلمه both، جاي في شكل المفرد يبقى انا مع either ونيزر، بس لو حاسس انه في نفي يبقى نيزر، يبقى هو الراجل هيعرفك ان الجمله ايه منفيه. تمام، نشوف بعد كده كلمة either بتظهر مع حاجة تاني أو كلمة neither، سوري يا مستر، هي neither دي ما ينفعش برضو يكون وراها اسم جمع زي بوس كده برضو؟ قالك ينفع لو اتحط معاها ايه؟ of، فبالتالي الاسم هيكون جمع والفعل زي المرة اللي فاتت مع either بالظبط، يا إما الفعل يبقى مفرد يا إما الفعل يبقى جمع زي أي واحد فيهم. يعني مثلا جملة زي دي كده هو، أقول neither of my friends، neither of my friends is traveling، ممكن أقول ولا واحد في صحابي إيه مسافر. شفت neither of، طالما جات لي of يبقى يجوز جمع، لازم يجي الجمع بقى هنا. طب يا مستر هنا قلت is آه، وينفع أقول are، ده طبعا الأصح وخليك مع are الأسلم. neither of my friends is traveling او are traveling، ولا واحد في اصحابي مسافر. يبقى دلوقتي كلمه either وneither بيشيروا الى المثنى، بيجوا الاثنين وراهم اسم مفرد والفعل يبقى مفرد، بس الفرق بينهم ان الثانيه بتاعه الاثبات انما دي بتاعه الايه؟ بتاعه النفي. الثانيه بتاعه الاثبات انما دي بتاعه النفي، بتعبر عن النفي، فبالتالي لو جات لك جمله فيها نفي اوعى تاخد كلمه neither لان هي لوحدها نفي، ولا واحد ولا واحد. انما التانية هناك بقى لو لقيت دونت ينفع تاخد ايزر طبعا لانها هي اثباتية، فتاخد دونت معاها، يبقى هي بقت بتساوي نيذر هنا في اللحظة دي، هي اثبات ومعاها دونت، هي اثبات ومعاها دازنت، هي اثبات ومعاها ديدنت، يبقى هي بتساوي بقى هنا كلمتين ايه؟ كلمة نيذر. انما نيذر بأكد مرة تانية اوعى تيجي معاها نفي، جملة المنفية ما تختار لهاش كلمة نيذر اصلا. طيب كلمة neither برضو نفس الكلام، كنا واخدين لها حاجة كده في سنة تالتة إعدادي اسمها neither، بس معاها الرابط معاها كلمة nor، neither nor لا ولا. أول الجملة أما بتيجي كلمة neither بيجي برضو بعدها فاعل أول، nor فاعل ثاني، الفعل برضو بيتبع الفاعل الثاني. يعني مثلا أقول neither أحمد nor his friends، يعني لا احمد ولا اصحابه are happy سعداء، يبقى انا كده عرفت ان هما الاثنين حزينين، مفيش هنا سعاده خالص، يبقى معنى كده انها تعبر عن الايه؟ عن النفي. يبقى neither دايما بتحب معاها كلمه nor، انما الثانيه either بتيجي معاها كلمه ايه؟ كلمه or. طيب انا عايز اقول ان انا لا بحب الشاي ولا القهوه، اقول I like neither tea nor coffee، انا لا بحب الشاي ولا بحب القهوه. يا مستر فين لا بحب دي؟ فين النفي هنا؟ ما احنا قلنا ان النفي متجسد في كلمه ايه؟ neither. طب انا لو قلت هنا كلمه don't I don't like، يبقى مش هختار كلمه either، هختار مكانها ايه؟ مش هختار neither قصدي، هختار كلمه either، وهنا هخلي كلمه or، لان يا جماعه neither لوحدها بقول مره مليون، neither لوحدها بتعبر عن النفي، ما تقبلش نفي معاها تاني. طيب ندخل بعد كده على المحدد اللي بعد كده اللي هو كلمة each و every. every و each دول يا جماعة بقى الاتنين متشابهين شوية، كلمة each وكلمة every، تعالوا كده نعملهم بشكل صورة مقارنة بسيطة علشان نفهم الموضوع بتاعهم ماشي ازاي. كلمة each و every اولا الاتنين بيجي معاهم اسم مفرد، اسم ايه؟ مفرد. طب تمام قوي، كلمة each بيجي معاها اسم مفرد يعد، مفرد يعد،
وهنا every برضو نفس الكلام مفرد يعد. تمام؟ يعني ما ينفعش اقول each water بقى، لا ما ينفعش اقول every water، لا طبعا لازم يكون المفرد يعد. طب ما الاختلاف في ايه بقى؟ قال لك ان كلمة each بتعبر عن المثنى. ايوه هيجي وراها مفرد بس يكون مثنى، انما every بتعبر عن اكثر من اتنين. every بتعبر عن حاجة اكتر من اتنين، انما each بتعبر عن اتنين بالظبط. ازاي يا مستر؟ يبقى ده اول حاجة، كلمة each معناها كل، و every برضو معناها كل. تمام، دي بيجي وراها اسم مفرد يعد، ودي بيجي وراها اسم مفرد يعد. تمام، امال ايه الفرق بقى؟ قال لك ان كلمة each دي بتعبر عن المثنى، اي حاجة بتعبر عن المثنى يبقى تاخد كلمة each. اكتر من مثنى بقى اكتر من 2 3 4 5 10 يبقى دي كلمة every. الله، يبقى كلمة اتش كده شبه ايه يا جماعة من شوية احنا قلناها؟ شبه بوث يعني؟ لا، ما هي بوث بيجي وراها اسم جامع. الله، امال شبه مين؟ شبه ايذر او شبه نيذر. بالظبط كده، ايذر ونيذر بيجوا معاهم اسم ايه؟ اسم مفرد. اتفقنا؟ بس كلمة اتش دول دي بقى بتشير الى الايه؟ الى المثنى. طب يا مستر ازاي يعني بقى؟ يعني مثلا اما اقول جملة زي دي كده اهو، I am holding a book. I am holding a book. أنا شايل كتاب in not hand، في كل إيد. طبعا هاند دي اسم مفرد أهو. طب يا ترى أقول each ولا أقول every؟ طبعا أنا شايل كتاب في كل إيد. طب يا ترى أنا عندي كام إيد؟ اتنين، يعني مثنى، يبقى لازم هنا أستخدم كلمة إيه؟ each. ليه؟ لأن كلمة هاند دي اسم مفرد بس تعبر عن مثنى، مش أنا شايل كتاب في كل إيد، يبقى معنى كده إن في كل إيد أنا شايل كتاب واحد. تمام؟ إنما لما أقول بقى I feel pain، I feel pain، أنا أشعر بالألم in not part of my body، أنا بشعر بالألم في كل جزء من جسمي. هسأل نفسي بارت ده اسم مفرد، جميل. طب يا ترى هو بارت ده يعني هما جزئين بس في جسمي، ولا في كذا جزء في جسمي؟ ده اكتر من اتنين، جسمنا فيه اكتر من جزء، يبقى لازم في اللحظة دي استخدم كلمة ايه؟ كلمة every. يبقى الاتنين معناهم كل، والاتنين بيجوا وراهم اسم ايه؟ مفرد، بس تخلي each للحاجة المفرد اللي هي جاية من اتنين مثنى، انما every للاكتر بقى، للاكتر، بس هيبقى مفرد برضو. every part of my ايه؟ every part of my body. تمام جدا. طيب برضو نفس الكلام، ممكن دلوقتي اقول ان احنا دخلنا المدرسة دلوقتي ووزعنا تابلتس على كل طالب، يعني ممكن اقول each student ولا every student؟ طبعا لا، اقول every student. ليه يا مستر ما قلتش each؟ لان هم مش طالبين بس اللي هياخدوا التابلت، ده المدرسة كلها هتاخد التابلت، يبقى كل طالب لوحده هياخد تابلت، يبقى every student had a tablet. ماشي، كل طالب كان معاه تابلت، يبقى انا هنا بتكلم عن ايه؟ every student، كل طالب. طب ليه ما قلتش each؟ لان انا لو قلت each دي يبقى مشكله، يبقى هم طالبين بس اللي معاهم التابلت والباقي لا ما خدش. لا، انا بتكلم هنا عن كل طالب معاه تابلت في المدرسه. at my school اهو، علشان نكمل الجمله وتبقى شكلها اوضح. جميل جدا. طيب كلمه each يا شباب كمان بتشير على ان الحاجه ممكن تبقى بشكل منفصل. ازاي يا مستر يعني بقى؟ كلمه each بنستخدمها اما بفكر في الحاجة او في الاشخاص دي بشكل ايه؟ بشكل منفصل. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني ممكن اقول مثلا جملة زي دي كده اهو، the teacher، يبقى تاني نكتبها هنا علشان بس تبقى واضحة قدام الجميع، بنستخدمها اما نكون بنتكلم عن كل واحد على حدة بشكل منفصل. يعني مثلا اقول the teacher will ask each student a question. يعني المدرس هيسأل كل طالب سؤال. الله،
ليه استخدمنا كلمة إتش بقى؟ لأنه هيسأل كل طالب بشكل إيه؟ بشكل منفصل. طب يا مستر الجملة دي مش ينفع أقول every student had a tablet at my school؟ آه كل طالب معاه تابلت في المدرسة، يعني كل طالب أكتر من اتنين، وينفع أقول كل طالب على حدة معاه تابلت؟ طبعاً طبعاً، كويسة جداً برضو. each student أو every student had a tablet at my school، كل طالب على حدة، فبالتالي الجمل اللي فيها انفصال دي ما بيجيبلكش every و each مع بعض. يبقى تاني، كلمة each بتعبر عن مثنى بس باخد واحد بس منهم بشكل، وكمان بتتكلم عن الحاجات اللي بتيجي بشكل منفصل. المدرس هيسأل كل طالب لوحده سؤال، every أكتر من اتنين بقى، الحاجات الأكثر من إيه؟ الأكثر من اتنين. تمام. كمان كلمة إيفري يا جماعة بيقولك إنها بتستخدم مع الأحداث التي تحدث بتكرار. إيفري بتستخدم مع الأحداث التي تحدث بتكرار. يعني إيه؟ يعني مثلا أقول there is a train every 20 minutes، في قطر بيطلع في كل إيه؟ في كل 20 دقيقة. يعني كده بتكرار، كل 20 دقيقة بيطلع قطر. كمان كلمة إيفري كمان خلي بالي بقى بتيجي مع الكلمات الآتية. الكلمات دي لو شفتها في الجملة تاخد كلمة إيفري على طول. عندي كلمة نيرلي، عندي كلمة بارتيكولارلي، عندي كمان كلمة almost، عندي كلمة without exception، بدون استثناء. تاني كلمة nearly particularly almost without exception. يعني مثلا أقول جملة زي دي مثلا she invited every person without exception، بدون استثناء، هي عزمت كل واحد بدون استثناء. شوفين كلمة every. طب أنا ليه خدت هنا كلمة every علشان التعبير ده without exception؟ يبقى أما ألاقي في الجملة nearly، أما ألاقي particularly، أما ألاقي كلمة almost، أما ألاقي كلمة without exception، لازم أستخدم كلمة إيه؟ كلمة every. يبقى تاني كلمة each بتشير لمثنى، كل واحد يعني من اتنين مثنى، إنما every أكتر من اتنين. each بتشير إلى كل واحد بشكل منفصل، إنما every بتشير إلى العموم، العموم يعني كل جسم بيوجعني. ماشي؟ يبقى هنا إنها بتشير إلى أنا شايل كتاب في كل إيد، بكل إيد بشكل منفصل، إنما أنا جسم كل عضو من أعضاء الجسم بيوجعني، يبقى الجسم عموما. كلمة each سوري كلمة every بتيجي مع الأحداث التي تحدث بتكرار، في قطر بيطلع كل 20 دقيقة، كل 50 دقيقة، ومع الكلمات nearly و particularly و almost without exception. طيب عندي بعد كده بقى آخر كلمة اللي هي كلمة half. half دي يا جماعة طبعا كلنا عارفين معناها، كلمة half معناها نصف. دايما بيجي دايما معاها كلمة ايه؟ of، وينفع يجي وراها اسم مفرد أو اسم جمع. فلو جا وراها اسم مفرد الفعل هيبقى مفرد، ولو جا وراها يبقى اسم جمع يبقى الفعل هيكون إيه؟ هيكون فعل جمع. يعني مثلا ممكن أقول half of the way، half of the way to Alexandria is مثلا إيه؟ not paved، مش ممهد. نص الطريق الى الاسكندرية غير ممهد. شايفين half of the way، the way ده اسم مفرد عشان كده قلت is not paved. ينفع اقول half of the students are absent، نص الطلبة غايبة. شايفين half of جا وراها اسم جمع اهو، فبالتالي لازم يجي وراها اسم ايه؟ فعل جمع. اسم جمع يبقى الفعل جمع. يبقى كلمة half معناها نصف، بتشير إلى الانتصاف، إلى الحاجة مقسومة نصين. طيب بيقولك إن إحنا لا نستخدم كلمة of مع التعبيرات بقى بتاعة الكمية، المسافة، الأطوال، الفترات الزمنية.
تستخدم بقى هاف من غير اوف ازاي؟ يعني مثلا ينفع اقول هاف ا لتر، نصف لتر. مش هينفع بقى اقول ايه، مش هينفع بقى اقول ايه هاف اوف ا لتر مثلا، لا، هاف ا كيلو، نصف كيلو. مش هينفع اقول هاف اوف ا كيلو، هاف ان اور، نصف ساعه. هاف ا دوزن، دوزن دي اللي هي معناها دسته. هاف ا لوف، هاف ا كيلومتر. كل الكلمات اللي بتعبر عن المسافة، طول، كمية، فترة زمنية، بنستخدم معاها كلمة ايه؟ كلمة هاف. اخر حاجة هنفرق بينها بسرعة كده علشان هي موجودة في كتاب جيم، ايه الفرق ما بين كلمة اول، اول وهول؟ دي كل ودي كل. كلمة اول دي دايما بيجي بعدها ذا، اقول all the students، all the food، all the teachers. إنما هول دي دايما يجي قبلها ذا، ذا هول ستودنتس، ذا هول تيتشرز. يبقى ده خلي بالكم منه علشان ده برضه موجود عندنا. طيب تعالوا بقى نعمل كده ملخص جميل جدا جدا للقواعد اللي احنا قلناها النهارده علشان نحفظ منه مباشرة. تعالى بص كده معايا، أول حاجة كلمة اول، هنعمل كده ملخص لأن ده بقى أنا عايزك تحفظه زي المعادلات كده الكيميائية. كلمة اول ماشي، مالها؟ دي قالت ان بيجي وراها اسم مفرد، اسم مفرد او اسم جمع. لما يجي اسم مفرد يبقى الفعل لازم يكون فعل مفرد. طب لما يجي اسم جمع يبقى الفعل لازم يكون فعل ايه؟ جمع. تمام قوي. دي كده اول حاجة كلمة ايه؟ كلمة تقول. كلمة بوث، بوث دي تشير الى المثنى، شرط ان الجملة تكون مثنى. طب المثنى ده هيبقى اسم جمع، فبالتالي الفعل اللي بعدها بيبقى فعل جمع. اتفقنا؟ تاني، both دايما بتشير الى المثنى، يعني لازم اكون بتكلم عن اتنين، الفعل الاسم اللي وراها هيبقى المثنى ده جاي في صورة الجمع، فالفعل اللي وراها هيبقى فعل جمع. طيب كلمة both دي كمان بتظهر دايما مع كلمة and زي either or كده و neither nor، فbooth بتحب معها كلمة ايه؟ and. بيجي هنا فاعل وهنا فاعل تاني، والفعل طبعا هيبقى جمع لان المثنى انا قسمتهم، بس هي كده كده جاية تعبر عن اتنين. يعني مثلا ممكن اقول both احمد and علي، ماشي انا المثنى هم بس قسمتهم، بس لازم الفعل يكون جمع. are مثلا ايه؟ rich. ماشي اتفقنا؟ لازم هنا يكون الفعل يكون جمع، يبقى both دايما بتيجي معاها كلمة ايه؟ كلمة and. تمام. نشوف كلمة either. either ياريت بقى تكون بتكتب معايا كده عشان تحفظه. either دي برضو بتشير الى المثنى، دايما يجي وراها المثنى ده جاي في صورة المفرد، فبالتالي الفعل معاها بيبقى فعل مفرد. طب يا مستر ما ينفعش المثنى ده يبقى جاي في الجمع، في اللحظة دي سعادتك هتقول either of اسم جمع، الفعل بقى زي ما اتفقنا ممكن يبقى فعل مفرد او فعل جمع. قلنا either لو جت اول الجملة هتلاقي معاها كلمة or، either or. هنا في فاعل وهنا في فاعل، either احمد or his friends. طب الفعل ده يجي مع مين؟ يجي مع الفاعل اللي قبله، لو ده مفرد هيبقى ده مفرد، جمع يبقى جمع. تمام جدا. وكلمة either or ممكن طبعا تيجي في نص الجملة، I like either tea or coffee. تمام. كلمة neither، neither، neither برضو نفس الكلام بالظبط، دي بتشير الى المثنى، والمثنى بيبقى جاي في شكل المفرد، والفعل اللي هيبقى جاي وراه فعل مفرد. طب يا مستر جميل قوي، بس خلي بالك ان دي بتشير الى النفي، يعني اوعى 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 تاخد معاها جملة منفية، يعني هي بتشير الى النفي، لذلك لا يأتي بعدها نفي او معها نفي.
هي تشير، أنا بكتب تاني هو، تشير إلى النفي، لذلك لا يأتي بعدها أو معها نفي. تمام. طب يا مستر كلمة نيذر دي ما ينفعش يجي المثنى في شكل الجمع؟ ينفع، هتلاقي نفسك بتقول نيذر اوف ذا ستودنتس. طب الفعل شكله ايه؟ يا اما يبقى شكله مفرد يا اما يبقى شكل جمع زي ما انت عايز. تمام. وقلنا ان كلمة نيذر لو جت اول الجملة بتحب معاها كلمة نور، نيذر نور، نيذر نور. تمام. هنا فاعل وهنا فاعل، نيذر احمد نور هيز فريندز. طب يا ترى الفعل؟ الفعل هيجي تبعده. جميل جدا. طيب هنشوف بعد كده القاعده اللي بعدها اللي هي قاعده ايتش وايفري. تمام. كلمه ايتش نكتبها هنا، وكلمه ايفري اتفقنا ان كلهم معناهم كل، ودول خاصين بالاسماء المفردة، يعني ده بيجي وراه مفرد وده بيجي وراه مفرد. بس كلمة each دي بتشير الى المفرد، يعني واحد من اتنين، واحد من اتنين. انما every مفرد، الواحد ده اكتر من ايه؟ من اتنين. انا بقول كل ايد، يبقى ده واحد من اتنين. انما كل جزء من اجزاء جسمي يبقى اكتر من اتنين. تمام جدا. طيب كلمة ايفري او سوري كلمة ايتش بتشير الى ان الحاجة بتحصل بشكل ايه؟ منفصل. المدرس هيسأل كل طالب سؤال بشكل منفصل. انما ايفري دي عموما، عموما يعني هنا الطلب كل طالب معاه تابلت، طلب عموما كده. اتفقنا؟ كلمة إيفري كمان بتيجي مع الأحداث التي تحدث بتكرار، الحاجات اللي بتحصل بتكرار كل 10 دقايق إيفري. وكمان قلنا إنها بتيجي مع الكلمات الآتية، بنلخص الكلام يا جماعة اهو، كلمة نيرلي، كلمة particularly، كلمة almost، كلمة without exception. ماشي يا جماعة؟ كلمة without exception دول الكلمات اللي بيجوا مع كلمة every. تمام. كلمة have قلنا ان دايما يجي معاها of، دي بتشير الى النصف، نصف بالظبط. ممكن بقى تقول نصف المية سائع، ممكن تقول نصف الطلبة غايب، يبقى ده مفرد او جمع. طب الفعل اللي هيجي؟ والله لو انت استخدمت اسم مفرد يبقى الفعل هيبقى مفرد، لو استخدمت اسم جمع يبقى الفعل هيبقى ايه؟ هيبقى جمع. قلنا ان كلمة have بتيجي من غير of مع الحاجات اللي بتعبر عن الكميات، عن المسافات، عن الأطوال، عن الفترات الزمنية. يعني أقول have a letter، have a kilometer، ماشي، have مثلا an hour، have a dozen، have a loaf، وهكذا. آخر حاجة، إيه الفرق ما بين كلمة all و whole؟ قلنا إن all بيجي بعدها the، all the students، all the teachers، all the money. إنما whole دي تلاقي قبلها the بقى، أقول the whole world، the whole teachers، وهكذا. كده نبقى احنا يعني حاولنا نلخص الدرس، يا رب تكونوا استوعبتوه وفهمتوه. هي مجرد بس شوية قواعد هتحفظها، تتدرب عليها أكتر، تشوف أخطائك في الواجبات القديمة في يونت 5 وتحاول تحل عليه مرة تانية، صلح أخطائك. وأي سؤال أنا تحت أمركم، وبالتوفيق يا شباب بإذن الله، ربنا يوفقكم جميعا.